هدئة ووقف إطلاق النار وبحث زي ما قلت لحضراتكم المبادرة المصرية والوفد ده برئاسة السيد عزام الأحمد القيادي بحركة فتح والمسؤول عن ملف المصالحة. علشان نعرف الوفد وضعه إيه حاليا وإيه اللي بيتم معاه، معانا على التليفون سيادة السفير جمال الشبكي سفير فلسطين بالقاهرة. مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، يعني نقول الحمد لله على السلامة. عايزين نعرف نطمن على أعضاء الوفد وهل كلهم وصلوا ولا لا؟ والله حتى الآن يعني في هذه اللحظات سيصل أعضاء الوفد، ليسوا جميعا، ربما البعض سيصل الليلة وبقية الوفد سيصل إن شاء الله غدا. بقية الوفد، أنا بسأل السؤال ده يا فندم لأن في أخبار بتتكلم عن أعضاء الوفد المنتمين لحركة حماس وللجهاد لسه ما وصلوش، فمش عارفين في مشاكل على الحدود ما عرفوش يعدوا، ولا ده موقف منهم يعني امتنعوا عن الحضور في اللحظات الأخيرة؟ فيعني فهمنا الوضع. أنا أعتقد أنه لا يوجد أي مشكلة فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني. الرئيس الفلسطيني هو من شكل الوفد، الدعوة وجهت للرئيس الفلسطيني بالدعوة أن الرئيس الفلسطيني سيشكل وفدا ولا اعتراض على أحد، والوفد تم التزاور فيه مع الفصائل بما في حماس وبقية أعضاء منظمة التحرير، والوفد جاء ليمثل الفلسطينيين، يمثل الشعب الفلسطيني بمطالب محددة واضحة، وأعتقد أن هذا الأمر يعني يقوي الفلسطيني، ولا أمل سريعا أن نصل إلى وقف العدوان ووقف استنزاف الدماء الفلسطينية وتحقيق كمان المطالب الفلسطينية المحقة والعادلة. لكن وصولهم طبعا إن شاء الله يوصلوا بإصابة بالسلامة، وعايزين تبقى كافة الفصائل ممثلة في هذا الوفد، فحال تعذر الوصول للغد هل هتبدأوا جلسات المفاوضات ولا هتنتظرهم يا فندم؟ يعني أعتقد لكل حادث حديث، يعني الوفد سيد نفسه عندما يصل. أنا لا علم لي بآلية التفاوض، أنا كل ما أعرفه أن الفلسطينيين متفقين، لديهم مطالب واضحة منسقة تماما، والوفد سيتحدث بلسان واحد وبمطالب واحدة في اللحظة التي تبدأ المفاوضات فيها. وأنا برأيي أن وصول الوفد وتشكيلته والتفاهمات الموجودة هي أيضا رسالة للمجتمع الدولي أنه لا يوجد أي عائق أو عقبة من الجانب الفلسطيني أمام التهدئة وأمام فك الحصار عن قطاع غزة وباقي المطالب، وإذا لم تستجب إسرائيل على المجتمع الدولي أن يتحرك ويشكل ضغطا حقيقيا لوقف المجزرة التي تجري في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. حضرتك بتأكد بتقولي ما فيش عائق من قبل الجانب الفلسطيني طبعا الوصول لتهدئة، لكن ماذا عن موقف حماس وماذا عن موقف الجهاد، حركة الجهاد وكلامهم طبعا قبل كده أو ليهم بعض التحفظات والاعتراضات على المبادرة المصرية وكانوا طلبوا يعني أن يتم بعض التعديلات عليها؟ يعني أنا مرة أخرى أقول أنه الوفد الفلسطيني يمثل الجميع في تنسيق مع الجميع، المطالب متفاهم عليها من الجميع ما بين الجهاد وحماس، ومصر بحسب الدعوة وجهت الدعوة للجميع دون اعتراض على شرط أن الرئيس الفلسطيني يشكل هذا الوفد، وهذا أمر أنا برأيي يعني فيه إيجابية عالية وفيه إنجاز. الفلسطينيين موحدين حول بوفدهم وموحدين حتى بمطالب هذا الوفد وموحدين بآلية يعني باستراتيجية الحوار والمفاوضات التي ستبدأ الله في الساعات القادمة. اللي هي إيه المطالب يا فندم؟ يعني المطالب أولا وقف العدوان، ثانيا فك الحصار بما فيه السماح للصيادين تشغيل مياه إقليمية، بما فيه السماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم، منع المنطقة المانعة التي كانت تفرضها إسرائيل على الشريط الحدودي، بما فيها ممر آمن بين الضفة وغزة، وهذا أمر في غاية الأهمية للفلسطينيين، بما فيها أيضا موضوع المعتقلين المطروح سواء كانوا من اعتقلوا من الذين أفرج عنهم بصفقة الفريضة، أو حتى من اعتقل بعد 12/6 بعد خطف المستوطنين بما فيهم الدفعة الرابعة. هذه هي المطالب. طيب ماذا عن شرط نزع السلاح؟ وطبعا الحديث هنا من قبل الجانب الإسرائيلي، ومن لحظات كنت بتناقش مع المتحدث باسم الخارجية المصرية عن تصريحات نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض عن موضوع السلاح الأمريكي طبعا، وإن هو بيروح لإسرائيل لمحاربة الإرهاب.
هل ده في تصورك هيعرقل أي جهد بيبذل حاليا لوقف إطلاق النار؟ أنا كل ما أعرفه أن الموقف الفلسطيني من هذه النقطة واضح. الموقف الفلسطيني أنه موضوع نزع سلاح لن يطرح قبل حل كل القضايا وإقامة دولة فلسطينية. هذا أمر مرتبط بالحل النهائي. إذا المجتمع الدولي جاهز يعطينا حل نهائي وينهي الاحتلال ونصل إلى إقامة دولة وعاصمة القدس، بالتأكيد نحن نعتقد أن نحن بحاجة إلى عملية بناء وليس إلى سلاح. ولكن في ظل هذا الوضع الحالي أنا أعتقد الأمر غير مطروح إطلاقا. طيب هفضل برضو أتكلم الحديث عن الجانب الإسرائيلي. دلوقتي في أخبار وتقارير صحفية بتتكلم على أن إسرائيل موقفها الحالي أنها ممكن تنسحب من التفاوض وأن مش هيكون في وفد إسرائيلي يعني يصل للقاهرة في غضون الأيام القادمة. تقييم حضرتك لو ده حصل ده يكون معناه إيه؟ ومعناه أنه خلاص يعني ما فيش كلام عن مبادرات، ويعني موقفكم إيه في حال أنه تأكد هذا الخبر؟ يعني احنا نحن نوجه رسالة ايضا للعالم، ومعنا انا برأيي الحاضنة العربية، شبكة الامان العربية، امتنا العربية، نوجه رسالة للعالم ان الفلسطينيين يريدوا السلام وان الفلسطينيين لديهم حقوق وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته. بالمناسبة القصة لن تنتهي هنا. ما ارتكبته اسرائيل من جرائم حرب في قطاع غزة نحن سنطاردهم ونتابعهم، طبعا بدعم عربي وبدعم الجامعة العربية وبدعم منظمة التعاون الإسلامي، لتقديمهم للعدالة الدولية على هذه الجرائم. وهذا أمر أعتقد أنه نحن أصحاب حق. ربما في البداية فهم وكأنه سعيد تريد التهدئة وأن الفلسطينيين برفضهم للمبادرة المصرية رفضوا الحل. الوفد الفلسطيني الموحد هو رسالة للعالم أن الفلسطينيين يريدوا التهدئة، الفلسطينيين يريدوا حقوقهم، وأن الجانب الإسرائيلي رفض، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يأخذ إجراءات باتجاه إسرائيل للإلزامها وليفرض عليها أنا برأيي وقف عنها والانسحاب، وبالعكس والدخول مستقبلا في مفاوضات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في كل الأراضي المحتلة عام 2014. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير جمال الشبكي، السفير الفلسطيني بالقاهرة، شكرا جزيلا.